السلام عليكم يا احلى متابعين. النهارده معدنا مع مغامره جديده ومختلفه. المره دي لعيله عاديه جدا فجاه بيكتسبوا قوه خارقه، وكل واحد منهم بقى عنده قوه مميزه عن التاني. حتى ابنهم اللي فاضل في المدرسه فجاه بيبقى عبقري، واي معادله رياضيه مهما كانت صعبه بيحلها في ثواني وبيشوف الحل بتاعها بيظهر قدامه في الهواء. حياتهم بتتغير 180 درجه. تعالوا نشوف ايه حكايتهم والقوه دي اكتسبوها ازاي. بس الاول نصلي على النبي عليه افضل الصلاه واتم التسليم، وطبعا دعمكم لينا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس لو اول مره بتشوفونا. جيم باويل هو رب الاسره اللي هنحكي عنها. بيحكي لنا انه كان شخص بسيط جدا شغال في مركز الشرطه كرسام من اللي بياخدوا اوصاف المتهمين ويرسموا لهم بورتريهات بالشكل المقرب علشان الشرطه تعرف تتوصل لهم. جيم ما كانش راضي عن شغله ولا مبسوط فيه بالقدر الكافي، وعيلته برضه كانوا حاسين ان كل واحد منهم عايش في كوكب لوحده. لغايه ما في يوم ستيفاني زوجته اللي بتشتغل عالمه في شركه كبيره جدا وليها وضعها، وستيفاني كانت عالمه نباتات وفي الفتره الحاليه كانت بتعمل ابحاث عن نوع غامض من النباتات، بتجيلها سفريه للبرازيل علشان تروح تشوف النبات ده وتدرسه على الطبيعه. وجيم في يوم وهما بيفطروا مستعجلين بيقول لدينفي وجي جي ولاده المراهقين ان كلهم هيسافروا مع مامتهم علشان يقضوا رحله سعيده ويكون في وقت عائلي. اصله كان مفتقد جدا انه يكون قريب منهم، ومن زمان ما خرجوش في رحله عائليه سوا او حتى لعبوا لعبه معاه. دفني كانت رافضه وبتقول لهم سافروا انتوا، ولما ترجعوا هبقى احط صورتي فوتوشوب في الصور اللي هتاخدوها. ما كانوش هما الاثنين بيسيبوا تليفوناتهم ومعزولين عن ابوهم وامهم، وده اللي كان مضايق جيم. بس كل اعتراضاتهم وكلامهم ده كان في الفاضي، لان جيم كان اخذ القرار خلاص وبيسافروا مع ستيفاني في رحلتها للبرازيل. لما بيوصلوا البرازيل جيم بياخدهم في رحله بالطياره فوق نهر الامازون والغابات المطيره، بس القدر بيلعب لعبته وبتصل عاصفه شديده جدا والطياره بتقع بيهم في نهر الامازون، وساعتها الميه بتلمع بجزيئات نيون صغيره مشعه. عيلة جيم مش بيحصل لهم اي حاجه وبيخرجوا من الميه، بس الطيار هو اللي كان مات. فالمشهد اللي بعد كده بنشوف جيم وعيلته رجعوا امريكا ورجعوا يعيشوا حياتهم زي ما كانوا متعودين، كل واحد في دنيته من غير اي تغيير في معاملتهم لبعض. في يوم كان جيم في شغله في قسم الشرطه وبيتكلم مع واحده محل المجوهرات بتاعها اتسرق، وبيحاول ياخد منها اوصاف المتهم ومش بيعرف يطلع منها بجمله مفيده من كتر ما كانت منهاره ان المحل اللي تعبت فيه وعملته بكل الفلوس اللي معاها اتسرق في غمضه عين وكل حاجه ضاعت. جيم بيسيبها ترتاح شويه وتفتكر مع نفسها وبيروح يتكلم مع المحققه شو، وفجأة بيهجم واحد من اللي كانوا في المركز على واحد من الشرطيين وبيسرق مسدسه وبيضرب بيه نار في اتجاه شو. ساعتها جيم بيجري عليه وبيبعد عن اتجاه الرصاصة، وهو نفسه بيتفاجئ من رد فعله، أصل الرصاصة في ايديه متطبقة وانه قدر يمسكها برغم سرعتها وما اصابتوش ولا حصل له حاجة. كان مصدوم ساعتها ومش عارف يدرك ان بقى عنده قوة خارقة فجأة. وبعدها علشان يتأكد من قواه دي بيروح على ملعب تدريب على ضرب الكرة والتنس، وبيأجر المكان كله لوحده لمدة ساعة علشان محدش يعرف سره ده، وبيبدأ يشغل آلة رمي الكرات على 90 ميل في الساعة. وأول ما الآلة بتشتغل والكرة بتطير ناحيته أول مرة مش بيعرف يمسكها، بس المرة التانية بيمسكها بسهولة جدا، فبيزود سرعة الآلة ل 140 ميل في الساعة وبرضه بيمسك الكرة بسهولة ومش بتأثر فيه لغاية ما بيوصل لسرعة 170 ميل. جيم كان متفاجئ من قوته ولسه بيحاول يستوعب، وعشان يختبر نفسه أكتر بيتصل بصاحبه جورج المدعي العام وبيطلب منه إن يجيله بسرعة. ولما جورج بيوصل جيم بيديله مسدس كان واخد منه خزنة القسم من غير ما حد يعرف، وبيقول له اضرب عليه نار. جورج كان رافض لان الرصاصه لو صابته بجد هو اللي هيلبس قضيه وهيدخل السجن مع كل المجرمين اللي حبسهم، وهتكون النهايه مش لطيفه ابدا. اصلا هو ما كانش عارف يستخدم المسدس وبيضرب عليه نار بالغلط، بس جيم قدر يمسك الرصاصه بايديه ومش بيتجرح ولا بيحصل له حاجه. وجورج كان اغمى عليه من الصدمه فاكر انه قتله. في الوقت اللي كانت ستيفاني في شغلها بعد ما خلصت الاجتماع وكشفت كل اللي عرفته لمجلس الشركه عن النبته الغامضه اللي في البحث بتاعها، وانها نبته قديمه جدا يقدروا يستخدموها في اي حاجه وفي كل حاجه ممكن الانسان يحتاجها من ادويه ومستحضرات واخشاب واوراق. المدير كان مبسوط منها وبيحدد لها مقابله مع صاحب الشركه علشان تروح تقابله كمان شويه، لانه قرر انه يمول ابحاثها بشكل مباشر بالكامل. ستيفاني وقتها كان لازم تروح الميعاد ده، بس البلد كانت زحمه جدا واستحاله توصل في الوقت المناسب، ولما بتبدا تجري علشان تلحق تاكسي ولا حاجه بتلاقي نفسها بتجري اسرع من الريح، مع ان كل حاجه حواليها كانت بتتحرك الا انها وهي بتجري كان كل شيء ثابت زي ما يكون وقف الزمن من شده سرعتها. بتقدر انها توصل للمقابله في الوقت المظبوط، وبعد ما بتخلص بترجع لكاتي زميلتها في المعمل وتقول لها على قواها الجديده. ساعتها بيروحوا مضمار سباق عشان كاتي تقيس سرعه ستيفاني بالرادار، ولما بتشوف سرعه ستيفاني بتستغرب ان سرعتها وقوه الاحتكاك مش بتاثر عليها وبتولد نار او هدومها بتتاثر مثلا، وبتفتكر ان ستيفاني بتعمل حقل من البلازما حواليها بيحميها، وبتوصل سرعتها لاكثر من 700 ميل في الساعه. بتبدا ستيفاني تستخدم قواها الجديده وبترجع البيت في ثواني علشان تساعد جي جي في دراسته ومذاكرته زي ما كانت وعدته قبل كده. في الوقت اللي كان جيم مع جورج على سطح مبنى عالي، وجورج بيقنع جيم انه اكيد عنده القدره على الطيران، وبيقنعه كمان انه ينط من على المبنى علشان يشوف بيعرف يطير ولا لا.
بس للأسف جيم طلع مش بيطير وبيقع على الأرض يدمر الشارع وبيعمل حفرة في الأسفلت، بس مش بيحصل له ولا خدش. ساعتها هو على الأرض بيجرب ينط لسطح المبنى تاني، والمرة دي بينجح وفي قفزة واحدة كان على سطح المبنى ولا الأبطال الخارقين. الاتنين بيرجعوا القسم يخلصوا شغلهم، بس وهم مروحين جورج بيلاقي ان جيم اخد لاسلكي من بتوع الشرطة واحتفظ بيه في عربيته علشان وقت ما يسمع نداء ان في جريمة او مطاردة يقدر يتدخل ويساعد. قوته دي اكيد لها هدف. جيم بيسمع على لاسلكي ان في مطاردة لعربية مجرم سرق محل مجوهرات، ومن غير ما يضيع اي وقت بيروح المطاردة دي وبينتقل من على اسطح المباني لغاية ما بيوصل، وبينزل مرة واحدة على عربية المجرم في شارع جانبه ويدمرها من شدة الوقعة. وبيقدر انه يتمكن من المجرم وبيشيل الماسك من على وشه وبيتعرف على ملامحه. بس قبل ما يكتفه ويسلمه للشرطة كان شريك المجرم ضرب نار على جيم وأصابه في راسه من ورا، وبدأ جيم ينزف. بيقدر ان يشيل الرصاصة اللي أصابته في راسه، بس قبل ما يغيب عن الوعي بيتصل بجورج ويقول لي يجي يلحقه. تاني يوم جيم بيفوق يلاقي نفسه في سريره في البيت، وجورج واستيفاني كانوا مبسوطين انه فاق أخيرا، وبيعرف ان الرصاصة اخترقت سنتيمتر واحد بس من جمجمته، يعني هو قوي جدا. ساعتها استيفاني بتفاجئهم وبتوريهم قوتها الخارقة هي كمان، وجورج كان واقف مذهول بيقول ايه العيلة الغريبة دي يا ربي. ديفني بقى كانت في المدرسة في يوم تاني وكانت بتلعب ضمن فريق كرة السلة، لما فجأة بتبدأ تسمع أفكار زمايلها من حواليها فبتخاف وتخرج من الملعب، وبتتصل بجيم علشان يجي ياخدها من المدرسة، بس استيفاني هي اللي بتروح لها المرة دي علشان تدعمها بما إنها طول الوقت بعيدة عنها. ولما بيروحوا جيم بيجمع عيلته كلها وبيتكلموا مع بعض، وبيطلع إنهم التلاتة اكتسبوا قوة خارقة، إنما جي ما كانش باين عليه أي تغيير. كان متضايق إن الكل بقى مميز من حواليه أكتر، وهو زي ما هو بيعاني صعوبات تعلم وتنمر في المدرسة وولد عادي جدا. تاني يوم في المدرسة كان جي عنده امتحان رياضيات، وفجأة وهو بيتفرج على زمايله من حواليه وهم منسجمين وبيحلوا الامتحان بيبص على أسئلة على السبورة، وساعتها بيلاقي ان الحلول بتظهر قدامه بشكل غريب زي ما تكون كل معادلة بتحل نفسها وهو بس اللي شايف الحلول دي، وبيفرح جدا وبيبدأ يستغل قدرته الجديدة ويحل الامتحان وهو واثق في نفسه لأول مرة. جيب بقى كان في شغله ورسم صورة للحرامي اللي كان حاول يقبض عليه، وبيخلي شو تبدأ تحقق لغاية ما بتجيب عنوانه وبتروح تقبض عليه. جيم كان عايز يروح معاها هي وشركها، بس هي بتطلب منه يخليه في الرسم احسن وهي هتحميه وهتقبض على المجرم. وبتروح شو وزميلها العنوان، وفجأة المجرم بيغفلهم وبيضرب عليهم نار وزميلها بيموت، وشو بتتصاب والمجرم بياخدها رهينة علشان يضمن انه يهرب من غير ما الشرطة تموته، بس هو بيحطها في صندوق العربية. كان جيم وصل وبيتقاتل معاه وبيضربوا بعض، وهنا كانت الصدمة لما جيم بيلاقي ان المجرم ده عنده قوة خارقة وبينتقل من مكان لمكان في لحظة زي الدخان، وبيقول انه مش هو الوحيد اللي عنده قوة خارقة. كان هيقتل جيم برصاصة في راسه زي المرة اللي فاتت لولا ان شو كانت فاقت وخرجت من العربية وضربته بالنار قتلته. ساعتها بتقول له يختفي من هنا علشان ما يتحققش معاه وايه اللي جابه هنا. وبعدها بنشوف جثة المجرم ده في المشرحة، ومدير استيفاني في الشغل بيوصل وبيشوفه وبيقول لواحد اسمه مورجان انهم لازم يقتلوا الشخص اللي ورا اللي حصل. تاني يوم بنشوف جيم بيحارب الجريمة وبيروح علشان يمنع هروب مجموعة من اللصوص اللي سرقوا بنك، وبيقف قدام العربية على اساس يوقفها، بس العربية بتعدي من فوق. واستيفاني كان في المعمل هي وكاتي، وكانت بتقول لها انها عاوزة عينة من مية نهر الامازون في المكان اللي الطيارة اتحطمت فيه علشان تحللها وتعرف ايه هي المادة المتوهجة اللي كانت في المية يوم الحادثة، لانها كانت مقتنعة ان المادة دي هي السبب في تحولهم واكتسابهم قوة خارقة. ولما بترجع البيت بتعمل كل واجباتها بسرعة البرق، وكانت مقتنعة ان عندها وقت لكل حاجة. في الوقت اللي كان جي بيتحسن في المدرسة وبعد ما كان بيسقط في كل الامتحانات، المدرس اتفاجئ انه بقى يجيب امتياز مرة واحدة. السبب طبعا كان قوة عقله الخارقة اللي اكتسبها من بعد حادثة الطيارة. في يوم كان في المكتبة لما اخته ديفني بتشوفه لأول مرة ماسك كتاب لنظريات التفاضل وحساب المثلثات المعقد وقاعد يقرأ بكل انسجام وتركيز. دي كانت المفاجأة بالنسبة لها لأنها عارفة قد ايه هو بيكره الدراسة والمذاكرة علشان ضعيف فيها. ساعتها جي بيضطر يقول لها ان عنده قوة خارقة وقوته دي في عقله، وانه بقى شاطر جدا وبيشوف حلول اي أسئلة ومعادلات قدامه وبيكتبها على طول. وبتفق معاه على انها تخلي الموضوع ده سر بينهم وما تقولش لاهلهم، لانهم كانوا فخورين بيه جدا لما شافوا نتيجه امتحاناته الاخيره ولقيوه يتحسن كتير. وفي يوم تاني مورجان الراجل اللي شفناه في المشرحه قبل كده بيروح قسم الشرطه وبيتكلم مع المحققه شو علشان يعرف منها لو كانت لحظه اي حاجه غريبه حصلت يوم الحرامي هاجمها، او بخصوص عمليه سرقه البنك الاسبوع اللي فات. شو بتلاحظ في حاجه غريبه وبتحس انه شخص مريب وغامض ومش بتقول له اي معلومات، وبتقول انها ما لاحظتش حاجه غريبه ولا حاجه. في نفس الوقت اللي كان جورج بيعمل شوية تحريات عن سكتش الواحد من العصابة اللي سرقت البنك، وجورج بيروح بنك تاني لأنه كان مخمن إن البنك ده هيحصل فيه عملية سرقة هو كمان بعد التحريات والمعلومات اللي عرفها. وفي الوقت اللي كان جورج بيوري الصورة لحارس البنك وبيسأله لو كان شاف الشخص ده قبل كده، فجأة العصابة بتهجم على البنك وجورج بيستخبى بسرعة وبيتصل بجيم يستنجد بيه ويقول له على اللي حصل. وجيم بيتحرك بسرعة وبيسيب استيفان لوحدها بعد ما صدقت إنهم يلاقوا وقت يقضوه سوا. للأسف جورج العصابة بتاخده رهينة، بس جيم كان وصل قبل ما يتحركوا من عند البنك ويهربوا. ولما بيحاول يقف قدام العربية علشان يوقفها
بيدوسوا عليه برضه، بس بيقوم بسرعة وبيمسك العربية يشيلها ويقلبها على الأرض ويحرر جورج ويهربوا هما الاتنين. ساعتها الشرطة كانت وصلت والمحققة شو بتلمح جيم وهو بيهرب، بس بتكدب نفسها في الوقت اللي كانت ستيفاني وكيت بيحللوا المية اللي جابوها من نهر الأمازون ومش بيلاقوا فيها أي حاجة مميزة وكانت مية عادية جدا. بالليل لما شو بترجع شقتها بتتفاجئ إن مورجان قاعد جوه في الشقة مستنيها، وبنكتشف إن عنده قوة خارقة وبيقدر يتحكم في الأشياء بعقله وبيخنقها وبيرفعها في الهواء وهو بيهددها إنه يقتلها لو ما قالتش اللي هو عاوزه يعرفه، وبيسألها مين اللي يعرف إن الحرامي اللي هي قتلته الأسبوع اللي فات كان عنده قوة خارقة. وشو ما كانتش عارفة حاجة عشان تقولها، هو بيفتكر إنها بتتسطر على حد وبيسيبها وبيتحكم في المسدس بتاعها وبيوجهه ناحيتها ويقتلها بيه. ولما بيمشي بيتصل بمدير ستيفاني ويقول له إنه اهتم بالموضوع وقفله. وفي ليلة جيم وستيفاني بيحضروا فرح صديق ليهم لما بيجمع القاعة مجموعة من المجرمين وبيجبروا الناس إنهم يتخلوا عن كل المجوهرات اللي معاهم وبيجمعوها في صندوق، وستيفاني بياخدوا منها خاتم زواجها. ولما ستيفاني بتروح الشركة مديرها بيقول لها إن كشرط من شروط التمويل لبحثها إنهم لازم ياخدوا عينة من دمها علشان يفحصوها لأغراض التأمين وما أشبه ذلك. ستيفاني بتستغرب وبتقول له إنهم كانوا واخدين عينة من دمها قريب، بس المدير بيقول لها إن ده إجراء لازم يعملوه كل فترة. كانت ستيفاني خايفة من إنهم يكشفوا قواها الخارقة لو فحصوا دمها، فبتتفق مع كيتي إنها تبدل عينة دمها بعينة من دم كيتي علشان محدش يكشفها. وعشان تنفذ خطتها كان لازم بطاقة دخول فرانسيس علشان تدخل المعمل اللي فيه العينات، فبتروح للمكتب وتتكلم معاه وتغفله وتسرق البطاقة بتاعته. كل ده في الوقت اللي كان جيم بيتكلم مع ديفني عن قواهم الجديدة، لكن بيجي له تليفون من جورج بيقول له يقابله في فرح صديق تاني ليهم ممكن يحصل عليه سطو برضه زي الفرح اللي كان قبل كده. جيم بيروح على طول وبيكذب على ديفني ويقول لها انه عنده شغل ضروري في القسم. كان ناسي ان ديفني بتعرف تقرا الافكار وعرفت الحقيقه وانه بيكذب عليها. وفي الشركه كانت كيتي وستيفاني بيستعدوا علشان ستيفاني تدخل تبدل عينه الدم عشان ما حدش يحس بيها، كانت سرقت بطاقه دخول واحد زميلها. وكيتي بتقول لها انها لازم تدخل مره واحده بنفس السرعه من غير ما تبطا ولا تقف علشان الكاميرات ما تلقطهاش. وفعلا ستيفاني بتدخل باقصى سرعه من غير ما حراس الامن يحسوا بيها والكاميرات تلقطها وبتبدل عينات الدم. اما جيم بقى فكان لسه في الفرح مع جورج لما العصابه بتهجم على مكان فجاه، وجيم بيحاول ان يوقفهم بس بيضربوا عليه نار والرصاص مش بيأثر فيه زي ما يكون لابس درع واقي من الرصاص. والعصابه لما بيشوفوه كده بيفتكروه شرطي ومتنكر، بيهربوا بسرعه وجيم بيطاردهم وبيقابل ديفني في مدخل الفندق كانت جايه تشوف ايه السر اللي ابوها مخبيه عليهم. ساعتها جيم بيسيبها وبيجري ورا العصابه، ولما بيلاقيهم بيطلعوا على سطح العماره باحبال بيقفز قفزه قويه وبيمسك واحد منهم يوقعه على عربيه الشرطه اللي كانت وصلت في اللحظه دي. ومن حسن الحظ ان الحرامي ده لسه عايش. ولما جيم بيرجع البيت كانت ديفني قالت لستيفاني انه بيطارد المجرمين لوحده وبيعرض نفسه للخطر، وكلهم كانوا غضبانين منه جدا لانهم كانوا متفقين ما يستخدموش قواهم ابدا في العلن علشان ما يتعرضوش للخطر. وجيم بيدافع عن نفسه بيقول لهم ان قواه دي خليته اخيرا يكون الانسان اللي كان نفسه يكونه. ولما بيروح الشغل تاني يوم بيتفاجئ ان المجرم اللي قبضوا عليه خرج من القسم وما توجهلوش اي تهم. وجورج بيقول له انهم لازم ينسوا قضيه السطو على الحفلات علشان ما كانش في دليل، وبيديله خاتم ستيفاني اللي استرجعوه من المكان. في الوقت اللي كان مدير ستيفاني استدعى فرانسيس الموظف اللي كانت ستيفاني سرقت بطاقه دخول واستعملها يوم غيرت العينه، فرانسيس بيقول له ان ما كانش موجود في الشركه وما يعرفش مين استخدمها. ولما المدير بيراجع كاميرات المراقبه مش بيشوف اي حاجه غريبه لقطتها الكاميرا، بس بيلاحظ ان عينه دم ستيفاني اختفت وظهرت تاني في الثلاجه، فبيشك ان ستيفاني عندها قوه خارقه. ليلتها كان جيم عازم ستيفاني على العشاء، واول ما بيوصل عند المطعم بيشيلها وبيطير بيها لسطح المطعم وبيتعشوا لوحدهم وبيديها خاتم زواجهم كانه اول مره يعرض عليها الجواز، وهي كانت فرحانه جدا انه لقى الخاتم. وفي ليله كان في شاب اسمه براد زميل ديفني في المدرسه كان سهران بيلعب فيديو جيمز لما فجاه بيقتحم البيت مجموعه من المجرمين المقنعين، وكانت وقتها مامته بتحضر العشاء. واول ما بيهاجموها والد بريد بيجري عليهم ومعاه ميه سخنه بتغلي بيرميها على وش واحد منهم وبيحرقه. ساعتها المجرم ده بيضطر يقلع القناع وكانت عينيه متاثره بالحرق جدا. ولما بيسمع صوت براد في الاوضه الثانيه بيروح يهاجمه وكان هيقتله برصاصه في دماغه. في الوقت اللي كانت عيله جيم بيتفاجئوا بوصول جدهم وجدتهم اهل ستيفاني، الحقيقه انهم جم الزياره وكانت مفاجاه لدرجه ان ستيفاني كانت فقدت النقطه ومش لاقيه كلمه تعبر بيها، وده لانها عاشت معاهم حياه صعبه من تحكمات شديده جدا. المهم انهم بيرحبوا بيهم وبيعرفوا انهم جايين يقضوا معاهم كام يوم، وستيفاني بتطلب من جيم انه يساعدها اليومين دول يعدوا على خير من غير ما يعمل مع ابوها مشاكل، اصله زمان ما كانش موافق على جوازهم. الصبح جورج بيتصل بيه وبيقول له على الجريمه اللي حصلت وبيطلب منه انه يجي القسم بسرعه. ولما بيروح بنشوف براد زميل ديفني كان في القسم هو ومامته بيقدموا بلاغ باللي حصل ليهم، بس ازاي هو لسه عايش واحنا لما شفناه كان المجرم مسلط المسدس على راسه. وفي الوقت اللي كانت ستيفاني في الشغل هي كمان مامتها بتدخل اوضتها تفتش وتدور وراها، بتتفاجئ ان ستيفاني عندها ولا 50 كوتش جداد لسه ودرج كبير تحت السرير مليان بالشوكولاته والسنيكرز. ولما ستيفاني بترجع من الشغل مامتها بتحقق معاها ايه حكايه الكوتشات دي كلها والشوكولاته اللي تحت السرير. ستيفاني بتتهرب من كلامها،
في الوقت اللي كانت ديفني في المدرسة وبتقابل برات وتطمن عليه بعد ما مات عرفت بالحادثة اللي حصلت في بيته، بس بالصدفة البحتة وهي بتسلم عليه وبتطمنه وبتشوف ذكرياته وكل اللي حصل في الليلة دي، وبترجع على طول لباباها ومامتها وتقول لهم على قوتهم الجديدة اللي اكتشفتها. ساعتها بيقولوا لها تبعد عن الموضوع ده علشان ما تتعرضش للخطر، مع ان جيم بيفرح في البداية وكان متحمس انها تقوله على مواصفات المجرم اللي شافته علشان يرسم له سكتش ويعرفوا يلاقوه من خلاله، بس ديفني بتقوله انها شافت لمحات وما كانتش واضحة زي ما هو فاكر. بالليل جورج بيتصل بجيم في وقت متأخر وبيطلب منه يقابله ضروري، وحما بيشوفه وهو خارج يتسحب وبيفتكر انه مخبي سر كبير على ستيفاني وانه بيخونها، فبيبدأ يركز معاه زيادة عن اللزوم. ولما جيم بيوصل كان جورج بيلف في الحي بعربيته بيراقب الوضع، فاكر ان العصابة هتهجم على حد تاني. وتاني يوم كانت دفنة في المدرسة وتعمدت انها تشوف برات وتتكلم معاه تاني بخصوص الحادثة، وبتلمس ايده علشان تشوف ذكرياته، والمرة دي فعلا بتشوف كل اللي حصل بالترتيب ووش المجرم. بتروح لباباها القسم وتوصف له الراجل اللي شافته وهو بيرسمه. اما ستيفاني فمامتها بتروح لها الشركة علشان تشوف المعمل بتاعها وازاي شغلها ماشي علشان تعرف هي وضعها ايه في الشغل، وستيفاني بتتحايل على كيتي انها تيجي تتعشى معاهم بالليل علشان ترفع عنها تركيز امها شوية وتشغلها عنها. في الوقت اللي كان جيم رسم صورة للمجرم وسلمها للمدير بتاعه، وجي جي كان بيلعب بلياردو مع جده وكان بينفذ طلب ابوه انه يكمل تمثيله انه لسه غبي ويخلي جده يغلبه زي ما اتعود طول عمره. بس بعد شوية جيم بينضم لهم لما بيشوف اسلوب حماه بيخلي جي جي يستخدم قواه الخارقة علشان يهزمه المرة ويقضي على غرور جده. في الحقيقة ان الجد ما كانش مقتنع ان جي جي هيعرف يغلبه اصلا وبيستهون بيه، وبتراهم معاه ان لو نزل اخر 4 كور في البوكت كلهم بضربة واحدة هيسيب له عربيته. فعلا جي جي بينجح في ده وبيكسب العربية. ولما بيرجع البيت كانت صورة المجرم اللي اقتحم بيت برات معروضة في الاخبار علشان اللي يتعرف عليه، بس ديفني لما بتشوفها بتتخانق مع ابوها لانها كانت طلبت منه انه يخلي الموضوع سر وما يعرضوش صورته علشان برات ما يتعرضش للخطر. جيم ما كانش قدامه غير انه يروح هو وجورج على بيت برات ويراقبوه من فوق السطح علشان لو المجرم هاجمه تاني، بس ساعتها ستيفاني بتتصل بيه وبتخليه يجي العشاء بسرعة، وقتها بتصل خناقة علشان حماه بيواجهه انه متغير وبيخون بنته، فستيفاني بتتعصب علشان بيتدخلوا في حياتها وبتتخانق هي معاهم وبتخرج من البيت تجري باقصى سرعتها لغايه ما بتروح الجبل وتقف شويه في الهدوء تهدي نفسها. في الوقت اللي كان المجرم راح بيت برات وكان هيقتله لولا ان جورج اتصل بجيم بسرعه وخلاه يجي يلحقه. فعلا جيم بيوصل في الوقت المناسب وبيجري على برات وبينط بيه من الشباك قبل ما الرصاصه تيجي فيه تقتله، وبرات كان مصدوم ومتفاجئ، بس جيم بيطلب منه انه يخلي الموضوع سر بينهم وبيهرب قبل ما الشرطه تشوفه، اصل جورج كان بلغ. وتاني يوم كانت ديفني راحت تتكلم مع برات وتسأله عن اللي حصل وهو مش بيقول الحقيقة ومش بيجيب سيرة جيم انه انقذه، ولما هي بتلمس ايده بتشوف ازاي ابوها انقذ حياته وكانت فخورة بيه جدا. وفي الاخر الجد والجدة بيقرروا يرجعوا بيتهم، الجد بيسيب لجي جي مفتاح عربيته زي ما كانوا متفقين، بس لان جي جي لسه صغير ومش هيطلع رخصة قبل سنتين ديفني هي اللي بتاخدها. بعد كام يوم كان جورج في الوقت ده عنده قضية مهمة جدا هيتحكم فيها نهائي، وكان قلقان جدا من قرار هيئة المحلفين انهم يبرروا المتهم لانه فعلا مذنب، بس ما كانش فيه ادلة قطعة. المهم ان اللي كان خايف منه حصل والراجل بياخد براءة، وجورج بيهدده انه هيحبسه تاني والمرة دي مش هيعرف يخرج منها، وكان متضايق جدا. وفي يوم عيد ميلاد جورج كان جيم عامل حفلة مفاجأة هو وستيفاني، وجورج كان فرحان جدا. وبعد ما الحفلة بتخلص بيوصل زميلته لبيتها، بس وهي معدية الطريق بيظهر واحد وبيضربها رصاصة وكانت هتموت. ساعتها جورج بيتصل بالاسعاف، وبعد ما بيوديها المستشفى بيعرف ان حالتها خطر لان الرصاصه اخترقت الرئه. بيتصل بجيم ويقول له انه كان حاسس ان السبب في اللي حصل والمتهم ده بينتقم منه، وكان قلقان انه يعرض عيلة جيم للخطر. في الوقت اللي كان جي جي راح المعمل لكيتي وبيساعدها في فك تشفير ملفات جديده، اما مدير ستيفاني فكان بيكلف مورغان الفتره اللي فاتت دي انه يدور على الشخص اللي عنده قوه خارقه اللي نجي من هجوم ريبيكا وعاوز يعرف هو مين بالظبط، وبيهدد ستيفاني انها تبعد عن بحث الدكتور فولسن علشان ما يكلهاش نفس نهايته. وبالليل الراجل اللي ما كانش جورج عاوزه يطلع براءة في مكان مهجور وبيهدد واحد بالقتل علشان شهد عليه في المحكمه وتسبب في سجنه. ساعتها كان مورغان بيراقب من بعيد اللي هيحصل ومحدش شايفه، وكان مستني ظهور البطل الخارق اللي هيجي يتدخل. وفعلا جيم بيوصل وبيرمي عربيه من بعيد على اساس انها وقعت من فوق الكوبري، وبيدي الفرصه للراجل اللي بيهددوه انه يهرب. ولما المتهم بيفضل لوحده جيم بيهجم عليه وبيضربه، بس بياخد كام طلقه وبيصدهم بايده، فالراجل بيتصدم وجيم بيشيله مرة واحدة ويرميه بكل قوة على الحيطة. في اللحظة دي كان عارف يشيل القناع من على وش جيم وبيعرفه. ساعتها كان مورغان مستخبي وبيراقب كل ده لغاية ما بيشوف وش جيم وبيختفي قبل ما يشوفه. لما جورج بيحقق مع المجرم وبيطلب منه انه يعمل معاه صفقة انه ما يتسجنش مقابل انه يشهد ضد رئيس العصابة ومافيا المخدرات علشان يقدر انه يمسك دليل ضده، بس الراجل كان عنده صفقة تانية وبيهدد جورج انه شاف وش جيم وبما انه شغال في الشرطة فكل اللي هياخده يوم واحد على ما يعرف اسمه. وفعلا ساعتها الوضع هيكون مختلف الا اذا جورج اسقط التهمه ضده واطلق سراحه.
اضطر جورج انه يقول لجيم على اللي حصل وانه في خطر حقيقي، وبيقول له انه هيفرج عنه علشان يحميه هو وعيلته، لان لو الاسئله بدات والعيون اتوجهت له مش هيعيش في امان لا هو ولا عيلته. في الوقت اللي كانت ستيفاني اخذتها جري باقصى سرعتها وراحت بيت الدكتوره فولسين في ولايه تانية علشان تعرف معلومات عنه والبحث بتاعه وقف ليه مره واحده. ولما بتوصل بتقابل زوجته اللي كانت قاعده بتتحرك بكرسي متحرك طول الوقت وعايشه لوحدها. بتطلع عارفه ستيفاني، وده بيخلي ستيفاني تستغرب لانهم عمرهم ما اتقابلوا، بس هي بتقول لها ان المجتمع العلمي صغير جدا وكل عارف بعضه، خصوصا لما بتكون بتشتغل على نفس البحث اللي جوزها كان بيشتغل عليه. ولما ستيفاني بتسالها عن الدكتور فولسين ليه ساب الشركه وايه اللي حصل له، بتعرف منها انه انطرد من هناك علشان كان اخذ جرعتين من الماده اللي بتحولهم وتخلي عندهم قوه خارقه، وانهم لما اخذوا الجرعات دي اكتسبوا قوه خارقه وكانوا بيعملوا حاجات مذهله، وهي كانت راجعه تمشي تاني بس تاثير الدواء ده كان مؤقت وبيرجعوا لطبيعتهم تاني، وفي الشركه بيطردوه بسبب كده، وده بيخليه ينتحر في الاخر بعد ما خسر قواه اللي كان اتعود عليها وشغله كمان. وتاني يوم جورج بيطلع بخطه جديده علشان يحمي جيم، وكمان ما يطلعش الراجل من السجن بما انه اتقبض عليه ومعاه نص مليون دولار. فبيفكر هنا يعمل معاه ايه، بيلعب عليه وبيتحداه انه لو افترضنا ان كل كلامه صح وان في شرطي عنده قوه خارقه، فاولا محدش هيصدقه لانه لما اتقبض عليه كان معاه المخدرات دي، يعني ممكن يكون ما كانش في وعيه وبيتهيأله، كان بيقول بجد، فمن المستحيل انه يعرف يلاقي الراجل الخارق ده ويعرف يدور عليه وسط 4 مليون انسان في المدينه. وجورج بياكد له انه مش هيسيبه يخرج من السجن، خصوصا ان المره دي في دليل قاطع. فالراجل بيستوعب كلام جورج وبيوافق على الصفقه انه يشهد ضد زعيم المافيا. وبعد ما كانوا الحراس مرحلينه على السجن، مرغان بيتنكر في زي شورته وبيركب معاهم الاسانسير، وساعتها بيتحكم في المتهم وبيقتله من غير ما يلمسه ولا حد يشك فيه اساسا، وبيتعرف بعدها انه مات بازمه قلبيه. وجيم ما كانش مرتاح للموضوع وحس ان في حاجه غلط، بنكتشف ان زوجة فولسين كانت متفقه مع مدير ستيفاني ان كل الكلام اللي قالته لها كان بالاتفاق معاه، وده في مقابل ان يديها العقار اللي كان جوزها شغال عليه وخلاها تمشي من تاني. بعدها بيدي المرغان صوره لعيله ستيفاني ويطلب منه انه يراقبهم علشان هي بدات تتدخل في اللي ملهاش فيه. واول ما مرغان بيشوف صوره جيم بيتعرف عليه، بس مش بيقول حاجه للمدير، وعشان يقرب منها ومن عيلتها بيروح يقابل كيتي ويتعرف عليها علشان يعرف كل اسرار ستيفاني بما انها صديقتها المقربه. ويخلص فيلمنا على كده. لو عجبكم ما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا اشعار بكل جديد بنعمله.